هذه الأمور النبي لا يعرفها، الغيب هو ما أوحي إليه في التنزيل الحكيم. قال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع ما إلا ما يوحى إليه. وقوله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء إن أنا إلا نذير. وقوله تعالى: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إني ملك. وقوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. علم عن الواقعة وخبر عن الواقعة، وعلم عن الشيء وخبر عن الشيء، وفي هذه الحالة يقال عنه شاهد، فالشهيد سميع بصير والشاهد عليم خبير.